نقيب المهندسين يعلن زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءا من يناير 2022. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة إن شاء الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. النهاردة معنا بشرى للسادة المهندسين بإعلان زيادة نسبة المعاشات 15% من أول العام الجديد. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. طيب أعلن المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين زيادة معاشات المهندسين بنسبة 15% بالإضافة إلى زيادة دعم الرعاية الصحية إلى 27,000 جنيه. وأوضح المهندس حسن عبد العليم الأمين العام لنقابة المهندسين أن القيمة الإجمالية لقرار الزيادة بنسبة 15% هو 120 جنيها لتصبح المعاشات 920 جنيها بدلا من 800 جنيها، لافتا إلى أن صرف الزيادة سيبدأ من يناير 2022. ولفت إلى أن مجلس النقابة قد اتخذ قرار بالبدء بتشكيل فوري في إجراءات دراسة إكتورية جديدة لبحث إمكانية زيادة المعاشات مرة أخرى بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك بعد أن وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على ميزانية 2021-2020 والموازنة التقريبية للعام الجاري 2021، وذلك بعد استماع الحضور في تقرير المهندس محمد ناصر أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2020، وكذلك تقرير مراقب الحسابات وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات. ألف مبروك للسادة المهندسين وفي الزيادة دائما إن شاء الله. بعد كده أي حد مع سؤال يتفضل مشكورا يضعه في تعليق وإن شاء الله بنجاوب على جميع الأسئلة. شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير.